السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم غادي نصاوبو معكم الكعك اللي معروف في الجهة الشرقية. ما كاينش شي دار اللي ما فيش الكعك هنا يعني في الجهة الشرقية اللي ما دايرتوش كتشريه. كيجي من السنباب بالزرع وماء الزهر. بسم الله نبداو على بركة الله. انا غادي نخدم وغادي نقول معكم المقادير. في هذا الاناء داير واحد رشة ديال الملح، غادي نزيد عليها كأس كبير ديال السكر سنيدة. الكأس اللي كيوزن تقريبا 200 غرام، والكأس اللي عبرنا به السنيدة هو اللي غادي نعبروا به الزيت، هو الثاني اللي غادي نعبروا به الماء. غادي نزيد فيه قطرات من الروح ديال الزهر، القرعة ما فيهاش فيها شي انقطاط. غادي نزيد نكمل بالماء الزهر تقريبا واحد 6 معالق ديال ماء الزهر. صافي غادي نخلط هادشي مزيان، وغادي نزيدو العسل. العسل اللي باغي يديرها يديرها، ما بغاش ماشي ضروري. هي كتعطي واحد اللون للكعك، كيجي محمر حتى بالجناب، ما كيجيش في الجناب ديال الكعك، كيبقى هكذا بيض وفي مرفق كيبان محمر. هذا العسل كيعطي للكعك اللون موحد. غادي نزيد عليه الزرارع النافع وحبه حلاوه والبسباس مطحونين تقريبا واحد 3 المعالق، وزدنا تاني الزنجلان هكذا محمر، نص طحنته ونص خليته هكذا. وغادي نزيدو الخميره ديال الحلوه، كنا 4 ديال الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه من فئه 7 غرام ولا 8 غرام. وغادي نزيدو الطحين، الطحين حسب الخليط. انا هنا وزنه كيلو، والطحين على حساب الخليط، شمال كتهز كيلو شمال كيهز اقل، على حساب النوعيه ديال الطحين، واش كيشرب ولا ما كيشربش. العجينه ما خصهاش تجي قاصحه بزاف، واش ما يجيش الكعك ديالكم يابس ولا تقص هكذا، خصها تكون شويه خفيفه، وماشي نخفوه بزاف واش ما نطيبو ما يجيش عاد يجي بحال شي خبزه تجي مسطحه. العجينة كتجي بحال هكذا. انا تقريبا هذاك الكيلو شاط لي واحد جوج كيسان هكذا ديال الطحين، تقريبا هزت لي واحد 800 غرام هكذا ديال الطحين. صافي، وكان نهز واحد الكره كنديرها في هذه الاله ديال الكعك، وكنبقى هكذا نخرج حرابل ديال العجينه. وانتم كتحكموا واش تبغوا الكعك ديالكم كبير ولا صغير. انا درتهم هكذا متوسطين شويه، كنخرج واحد الكميه تقريبا واحد 10 ديال الحبات ولا 11، وكنبقى نخدم حتى نكملهم، وكنولي عاد ندير واحد الكره ديال العجينه ونبداها على هذه الطريقه حتى نكمل. صافي، كنبقى نحربلهم هكذا. انا درته شويه غليظ، نتوما اللي حبيتو ديروه رقيق ديروه، انا كنحب الكعك يكون شويه هكذا غليظ. صافي، وكنبقى نستفون في اللاطه اللي غادي ندخلها الفران. الصينيه تكون فرشوا لها كاغ ديال الزبده ولا دهنوها بالزيت وترشوها بشويه ديال الطحين، وكتستفوا الكعك ديالكم. كنبقى على الطريقه حتى نكمل كامل الكعك ديالي. صافي، وكنجيب واحد الحبه ديال البيض، كان زدت عليها انا شويه ديال الكاكاو. تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوب، انا ما كانتش عندي، درت الكاكاو. كندهن الكعك ديالي وكنرشو بالزنجلان، وكنكونوا شاعلين الفران كيسخن. صافي، من بعد ما يسخن الفران كندخلوا اللاطو وكنقصوا الفران، كيكون هكذا الفران متوسط ما كنجهدولوش بزاف، وكندخلوا الكعك ديالنا
حتى نحسو بيه راه طايب من التحت وكنهودو واش كيعطي هذاك اللون من الفوق. صافي وكنخرجوا الكعك ديالنا من بعد ما يطيب، وان شاء الله غادي تشوفوه في صحن التقديم ان شاء الله. من بعد ما طيبته كيجي بحال هكذا الكعك، كيجي محمر من الفوق ومن الاسفل، وكيجي من السم هذوك الزرار اللي درت مع ماء الزهر، وكيجي طيب حتى من الداخل ديالو، كيكون مقرمش وهشيش في نفس الوقت، كيجي زوين بزاف. انا كيعجبني ما كيخطانيش تقريبا، كنكملو كنولي ندير واحد اخر. الاخوات اللي باغيين الاثمنه باش كنخرجو انا ب 40 درهم للكيلو. نتمنى اخواتي يعجبكم فيديو اخر ان شاء الله. هي بالسلامه عليكم، فصفات اخرى.